لا شيء مضمون في هذه الحياة، حتى أموالك في البنك. ففي عام 1972 قامت مجموعة من اللصوص بقيادة ألبرت سباجياري بسرقة بنك سوسيتي جنرال الفرنسي. تمت سرقة حوالي 30 مليون فرنك سويسري. هذا الشيء فضح وكشف الضعف في أنظمة الأمن المعتمدة على الحوسبة الكلاسيكية. هذه الحادثة أكدت أنه من المهم جدا إدخال ميكانيكا الكم في عالم الاقتصاد والأمان المالي. طبعا المطالبات بهذا الشيء بدأت قبل هذه الحادثة بسبب ميزات ميكانيكا الكم اللي حكينا عليها بالحلقة السابقة. ضروري جدا تشوفوا الحلقة السابقة قبل مشاهدة هذا الفيديو. فما هو الاقتصاد الكمي؟ وما هي الفائدة من إدخال ميكانيكا الكم بالاقتصاد؟ وما هي التوقعات المستقبلية لاستخدام ميكانيكا الكم في الاقتصاد؟ فحضر فنجانك وركز معي. أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. تعتبر نظرية التسعير الكمومي Quantum Pricing Theory اللي قدمها عالم الفيزياء الأمريكي بول ساميلسون عام 1948 هي أول اقتراح لاستخدام ميكانيكا الكم في الاقتصاد. استند بهذه النظرية على مبدأ عدم اليقين في ميكانيكا الكم اللي ينص على أنه من المستحيل معرفة الموقع والسرعة الدقيقة لجزئين ما في نفس الوقت. وطبعا جميع اقتراحات العلماء حول تطبيق ميكانيكا الكم في الاقتصاد كانت تسمى النظرية الكمومية للمال Quantum Theory of Money. والعلماء بعدها بدأوا يدرسوا بشكل علمي إمكانية تطبيق ميكانيكا الكم في الاقتصاد، ومنهم عالم الرياضيات الباكستاني أصغر قادر، أول من استخدم تقنية الكم في التحليل الاقتصادي. وفي عام 1978 نشر بحث عن اقتصاد الكم، وما هو كان أهم فكرة تحدث عنها بالبحث. قال أنه في ميكانيكا الكم يكون هناك عدد هائل من احتمالات، ولكن لا يمكنك توقع النتيجة النهائية إلا في نهاية عملية التحليل، وهذا الشيء يشبه سلوك المستهلك. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أن الفرد المستهلك لديه عدد لا نهائي من العوامل والتفضيلات اللي صعب التنبؤ بها، ولكن هو بنفسه ليس لديه علم بالنتيجة النهائية. وأنا راح أعطيك مثال من عندي حتى أبسط الفكرة. نفترض أنك تفكر بشراء أسهم شركة ما، فكيف ممكن أن يكون سلوكك كشخص مستثمر مشابه لسلوك الجسيم في ميكانيكا الكم؟ الجسيم ما تحت الأرض. الموضوع بسيط جدا، يمكن للمستثمر التنبؤ بنتيجة استثماره بدقة، ولكن يمكنه تحليل الاحتمالات واتخاذ قرارات، ولكنه لا يعلم النتيجة النهائية بنفسه إلا عند انتهاء الصفقة الاستثمارية. وأنا شخصيا بشوفها مشابهة لكلمة إن شاء الله عند المسلمين التي لا يفهمها أغلب الناس من غير المسلمين خاصة في أوروبا، وهي عملية ترجيح لرغبة أو قناعة ما مع عدم اليقين الكامل المطلق بحدوثه، لأن اليقين الكامل لحدوثه يأتي فقط من إرادة الله عز وجل. ولذلك أغلب المسلمين يستخدمون جملة إن شاء الله كما ذكر في القرآن، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي بمعنى ترجيح أو تمني حصول شيء على مستوى البشر، ثم تأتي الإرادة الإلهية لتقرر القرار النهائي بهذا الشيء لحصوله أو عدم حصوله. وخلال الثمانينات من القرن الماضي بدأت الأمور تتطور بشكل أكثر بسبب تطور الخوارزميات واستخدام بعض تقنيات الذكاء الصناعي اللي كانت موجودة بوقتها. وخلال هذه الفترة بدأت شركات كثيرة بتطوير أنظمة التداول الآلي لتحليل البيانات والتنبؤ بحركات الأسواق. أشهر هذه الشركات هي شركة مان جروب اللي أسست نموذج رينيسانس تكنولوجيز، وكان يعتمد على تقنيات معقدة للتنبؤ بحركة الأسواق المالية. الآن هناك ملاحظة مهمة، إننا بحلقة ميكانيكا الكم والكوانتم كمبيوتر سابقة وضحنا الفروقات بين الكمبيوتر الكلاسيكي والكمبيوتر الكمي، ووضحنا الفرق بين الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء الكمية، وبالتالي راح نلاحظ نفس هذه الفروقات في التعامل مع الاقتصاد والأسواق المالية من حيث فرق سرعة معالجة وتحليل البيانات وتوقع الأسعار والكثير من الميزات اللي راح نشرحها بالتفصيل بعد قليل. ولكن الآن خلينا نتعرف على اقتصاد الكم. الكوانتوم إيكونومكس هو مجال بحثي ناشئ، وركز على كلمة ناشئ، يعني أنه جديد لا يزال قيد البحث والتطوير. وهذا المجال يطبق الأساليب والأفكار الرياضية المتعلقة في فيزياء الكم على مجال الاقتصاد، ويتقاطع الاقتصاد الكمي مع التمويل الكمي بشكل كبير. وهذا التقاطع هو اجتماع لعالم المال مع سحر الرياضيات والفيزياء. فتخيل أنك جالس في قاعة تداول مزدحم فيها شاشات تعرض تحركات الأسعار بسرعة جنونية. بهاللحظة راح تتساءل كيف يتم اتخاذ قرارات بهالعالم المعقد، وكيف يتنبأ المستثمر بحركات السوق. بكل بساطة هالأمور تتم بواسطة التمويل الكمي Quantitative Finance، وهو علم يجمع بين الرياضيات والإحصاء وعلوم الكمبيوتر لفهم وتحليل الأسواق المالية. يعني الاقتصاد الكمي لا يمكن تطبيقه بدون التمويل الكمي، ولكن التمويل الكمي موجود من القرن 18 ويستخدم في الاقتصاد والاستثمارات ومجالات التداول والبورصات العالمية.
ويعتبر نموذج ماركوفيتز بعام 1952 هو أول نموذج لتسعير الأصول بالاعتماد على التمويل الكمي. ووضع هذا النموذج العالم والاقتصادي الأمريكي هاري ماركوفيتز. طبعا أنا بتكلم على التمويل الكمي مش الكمومي حتى لا يخربط. والآن راح ننتقل من عالم الأرقام إلى عالم الوعي، يعني أن الاقتصاد الكمي له علاقة أيضا مع الإدراك الكمي. هنا سؤال، ما هي العلاقة بينهم وكيف ممكن نفسرها؟ أنت لما تشوف النماذج الرياضية المعقدة اللي حكيت لك عنها بمثال التمويل الكمي، ممكن يخطر لك سؤال مهم جدا، وهو كيف ترتبط هذه النماذج الرياضية بحياتنا اليومية وكيف تؤثر على سلوكنا واتخاذنا للقرارات. وهنا يظهر مفهوم الإدراك الكمي الكمومي، وهو علم يجمع بين علم النفس والإدراك مع علم الاقتصاد الكمي الكمومي. ولكن هل العلماء والباحثين بمجال الفيزياء الكمية وخبراء الاقتصاد اقترحوا فكرة اقتصاد الكم بدون التأكد من أن التطبيق العملي ممكن أو يعني ينجح أو ما ينجح؟ هم لاحظوا خصائص بنظام المالي مشابه لبعض خصائص الجسيمات في ميكانيكا الكم، مثل التشابك اللي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة، هو خاصية موجودة بميكانيكا الكم وموجودة بالنظام المالي. طيب كيف لاحظ الاقتصاديين والباحثين التشابك بالنظام المالي؟ ببساطة شبهوا الأمر بأن شبكة النظام المالي هي شبكة معقدة من الأصول المالية مثل السندات والأسهم والعقود المؤجلة، تكون مترابطة مع بعضها البعض مثل خيوط العنكبوت. فالتشابك يكون بأنه عند حدوث أي تغيير على أصل واحد من هذه الأصول المالية فإنه سوف يؤثر على الأصول الأخرى في الشبكة، وحتى لو كانت بينها مسافات كبيرة في النظام المالي. لهذا السبب المستثمر والمضارب الشهير جورج سوروس مهتم جدا باقتصاد الكم، خاصة عندما قال عدم اليقين هو جوهر الاستثمار والقدرة على التعامل مع عدم اليقين هي مفتاح النجاح. هاي المقولة تلميح واضح لأهمية ميكانيك الكم بالاستثمار، لأن أشهر ما يميزها هو عدم اليقين. ومن أشهر فعاليات جورج سوروس باقتصاد الكم هو إطلاقه صندوق باسم كوانتوم فون، أحد أشهر صناديق الاستثمار بالعالم، والذي يعتمد بشكل كبير على تقنيات الكم أو نظرية الكم، ووضع نظريات مهمة جدا منها النظرية الانعكاسية Reflective Theory اللي تنص على أن سلوك المستثمرين يتأثر بعوامل نفسية واجتماعية مما يخلق ظواهر معاكسة في السوق. طبعا إيش أهمية هاي النظرية؟ ساهمت هاي النظرية بفهم سلوك المستثمرين وعوامل التأثير على الأسعار في السوق، كما أن مبادئ هذه النظرية أدت لتطوير نماذج استثمارية أكثر فعالية. ويمكن تفسير الأزمة المالية العالمية عام 2008 المشهورة من خلال النظرية الانعكاسية، حيث أدى خوف وجشع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية محفوفة بالمخاطر، مما أدى إلى انهيار في أسواق الرهن العقاري. وطبعا يوجد نماذج ونظريات أخرى في مجال اقتصاد الكم. طيب نحن تكلمنا عن اقتصاد الكم وتكلمنا أن العلماء والباحثين والاقتصاديين في كثير منهم وضعوا دراسات نظريات اقتصادية بالاعتماد على مبادئ الكم، ولكن هل يمكن القول أن اقتصاد الكم أصبح واقع ويعمل بجميع قدراته في الأسواق والبورصات العالمية؟ الجواب بالتأكيد لا، لأنه لا يزال حتى الآن يعتمد على مبادئ ميكانيك الكم فقط، وعملية تطوير الحواسب الكمية لم تنتهي، ولم يتم الوصول لعدد الكوبيت المثالي اللي ذكرناه بالفيديو السابق، وهو حوالي من 1 إلى 2 مليون كوبيت، لأنه من المؤكد أن الكوانتوم كمبيوتر سيلعب دور أساسي في اقتصاد الكم. ولكن رغم هذه المحاولات توجد أسباب تمنع التطبيق الكامل والفوري لفيزياء الكم في مجال الاقتصاد، وأهم الأسباب هي أولا صعوبة وتعقيد الأسواق المالية. طبعا هذا الشيء لأنه أصلا مبادئ ميكانيك الكم هي على أرض الواقع لم يتم فهمها والسيطرة عليها بشكل كامل 100%. أما العائق الثاني أن أجهزة الكمبيوتر الكمية لا تزال بمراحل مبكرة من التطوير والاستخدام العملي. طيب إذا نجح هذا الأمر ودخلت ميكانيك الكم للاقتصاد، ما هي الفوائد التي سنحصل عليها نحن كأفراد عاديين كشركات ودول، وحتى التأثيرات على الاقتصاد العالمي بشكل عام؟ بالنسبة لنا كأفراد راح نتمكن من اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، وأيضا راح تتمكن من معرفة المخاطر وتتفاداها، وبالتالي اقتصاد الكم سيحمي الفرد من الخسارة المالية. وأضيف أيضا أن الأمان المالي للفرد سيصبح أكثر بكثير بسبب تطوير أساليب الدفع المالي والتحويلات المالية واستخدام خوارزميات التشفير الكمية اللي هي شبه مستحيل كسرها. راح نروح الآن على فائدة اقتصاد الكم للدول. أولا سيصبح لدينا استقرار مالي أكبر بكثير، وأكد هذا الشيء العالم مانفريد شودر أستاذ الفيزياء في جامعة ميونخ، قال أن ميكانيك الكم ستؤدي لتطوير نظام مالي أكثر استقرارا، وبالتالي تقليل مخاطر الأزمات المالية للدول. أما الفائدة الثانية وهي أن القرارات الاقتصادية ستصبح أفضل، لأن اقتصاد الكم سيساعد الحكومات على معرفة نقاط القوة والضعف في اقتصاد البلد، وهذا الشيء سينعكس إيجابا لتحسين معيشة المواطن. في الخاتمة النقطة الأولى،
هناك أفكار في نظريات الكم كمفاهيم يمكن استعارتها من فيزياء الكم وتطبيقها على الاقتصاد، مثل حالة التراكم اللي تعني وجود حالات متعددة في وقت واحد، مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة حالة الصفر والواحد في نفس الوقت لنمذجة أو تفسير بعض الظواهر الاقتصادية التي تبدو متناقضة. النقطة الثانية، علم الاقتصاد هو علم معقد وفيه ظواهر من الصعب تفسيرها أو الوصول إلى حالة اليقين فيها. هذا جزء من علم الاقتصاد الغير يقيني ويشبه مبدأ عدم اليقين في نظريات الكم، والتالي هنا نظرية الكم تستطيع تفسير هذه الظواهر الاقتصادية بشكل أفضل من التفسير التقليدي. النقطة الثالثة، تنظر نظرية الكم أو اقتصاد الكم إلى المال بشكل مختلف عن النظريات الكلاسيكية، فيها تنظر للمال على أنه ديناميكي ومؤثر ويحدد كيفية حركة وتصرف ومخرجات الاقتصاد وليس وسيلة فقط محايدة للتبادل التجاري. النقطة الرابعة، من التطبيقات المستقبلية لاقتصاديات الكم سوف نستطيع مثلا تحليل سوق الأوراق المالية بشكل أدق وبكميات بيانات هائلة أكبر ما تستطيع تحمله الكمبيوترات الحالية، بل حتى محاكاة على تصرف الاقتصاد في دولة ما أو اقتصاد ما فيما لو اتخذ قرار من نوع ما له علاقة طبعا بالاقتصاد، واللي حاليا عن طريق الكمبيوترات العادية شبه مستحيل. من الأمور الغريبة أننا في اقتصاد الكم المبني على نظريات الكم نستطيع تفسير القيمة المتراكبة superimposed value، ورح أحاول أبسطها. تخيل ورقة نقدية بقيمة دولار واحد وقيمتها $1,000 في نفس الوقت. طبعا هذا المفهوم التراكبي أساسي في نظام الكم، لكن عندنا نطبقه على المال يظهر بمظهر غريب جدا. والسؤال هنا، كيف ومتى يمكن استعمال هذه الورقة النقدية للإنفاق كدولار واحد أو $1,000 في نفس الوقت؟ النقطة السادسة، طبعا رح أدوخكم شوية، آسف مقدما، لكن يجب أن أشرح الموضوع بشكل شامل قدر الإمكان وأدخلكم بمفهوم آخر موجود في اقتصاد الكم وهو المعاملات المتشابكة. يفترض أنك حتشتري كيلو قهوة بدولار واحد، فإن إنفاقك لهذا الدولار لشراء القهوة أو عدم إنفاقك لشراء هذه القهوة سيؤثر على سعر القهوة صعودا أو نزولا، وهو شكل من أشكال التشابك الكمي. يعني كأن هناك جزئيتين مثل ما حكينا سابقا، إحداها تؤثر على الأخرى، إنفاقك على شراء هذه القهوة أو عدم إنفاقك سيؤثر في الجهة المقابلة على سعر القهوة، بالرغم أنه ممكن كان المسافة بينهم تكون هائلة. طبعا هذه النظريات اللي حكينا عنها لا زالت في حالة الدراسة والتطوير، يعني هي أصلا نظرية الكم غير كاملة، لا زالت نظرية ولا نعلم لحد الآن دقتها أو مدى صحتها أو إمكانية تطبيقها على أرض الواقع. في النهاية إذا كان لديكم أمور غير مفهومة فيما يتعلق بهذه الحلقة يمكنكم طرح الأسئلة أو داء آراءكم في قسم التعليقات، وسنكون سعداء لرؤية تعليقاتكم. نراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله نحو مزيد من المعرفة، وكما يقال اكتسابك للمعرفة يزيد من قوتك. السلام عليكم.